فيما أكد نيابة الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بطرياك الكنيسة المارونية بجمهورية لبنان أن الحوار بين الأديان المختلفة يتحقق بالسلام وتقاسم القيم والممارسات الأخلاقية الطيبة. أن الحوار بين أشخاص من ديانات مختلفة لتأمين تعايش إنساني سليم لا يتحقق بالدبلوماسية والتسامح، بل بالصداقة والسلام وتقاسم القيم والممارسات الأخلاقية والروحية بروح الحقيقة والمحبة، بالانفتاح على الله أبي الجميع، وبالتالي على الأخوة الشاملة.